الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير إن شاء الله المكثف إلى حد ما الدرس الأول، مقدمة رقم واحد هذا إلى قواعد التكامل، مقدمة إلى قواعد التكامل Integration Basics. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا، وسأستخدم في نهاية هذا المقطع تطبيق الجيوجبرا بالتكامل، لأنه مهم جدا هذا التطبيق لكم أحبتي طلبة الاقتصاد الرياضي والرياضيات بشكل عام. وعلى بركة الله نبدأ. الآن نتحدث في هذا المقطع كما ذكرت عما يسمى مضادة المشتقة Antiderivative. الآن مضادة المشتقة، لماذا اسمها Antiderivative؟ ما نقصده هو القيام بعملية اشتقاق عكسي Reverse أو Inverse Derivative أو Derivation، وهي العملية المعروفة باسم التكامل Integration. أرجو الانتباه، يعني مضادة المشتقة اللي هي Antiderivative هي المطلوب بها Integration. من استعمالات عملية التكامل حساب المساحة تحت المنحنى Area under a curve، أو المساحة بين منحنيين Between two curves، وعمليات أخرى نتحدث عنها إن شاء الله تعالى تباعا، خاصة في الاقتصاد كيف نحسب الآن المساحة تحت منحنى الإنتاج، منحنى التكامل، عفوا الكلفة الكلية وما شابه. تأخذ عملية حساب التكامل صيغة معيارية من الشكل الآتي. هذه الصيغة، هذه الآن الإشارة، هذه الانتجريشن ساين لF of X، هاي الدالة، ودي X التغير في المتغير المستقل. هاي كما ذكرنا هي تكامل من غير حدود معينة، لأنه عادة عندما نحسب حساب، يعني نقوم بحساب التكامل في بعض العمليات الرياضياتية بكون إلى حدود من كذا إلى كذا، يعني بمعنى آخر المتغير المستقل نأخذه من أول قيمة ومن قيمة معينة إلى قيمة أخرى، فنسمي تكامل محدود. في هذه الأمثلة البسيطة سنضرب مثالا على التكامل غير المحدود. إذن هذا التكامل من غير حدود معينة، هي الإشارة f of x هو الآن الدالة المراد حساب التكامل لها، dx اللي هي التغير الحاصل في المتغير المستقل، حيث ترمز هذه كما ذكرت الإشارة اللي هي هذه إشارة التكامل، تربز إلى إشارة تكامل الدالة التي تأتي إلى يمينها، هذه الآن f of x مثلا، ورمز dx أو التغير dx للدلالة على أن التكامل يجري بالنسبة للمتغير المستقل x. مهم جدا أنه نعرف الآن ما معنى هذه الإشارات. إذن this is integration أو integral of f of x dx، إذن هو تكامل الدالة f of x بالنسبة ل dx. نتابع توضيح معياري مهم جدا تنتبهوا أحبتي. التكامل المحدد أو المحدود definite integral يأخذ الشكل التالي. الآن بديت لاحظوا لي تكامل، هاي التكامل إشارة التكامل من القيمة A إلى القيمة B، من القيمة A إلى القيمة B، لا الدالة f of x dx. لاحظوا لي الآن هاي الشكل الذي يوضح بأننا الآن يعني نحسب عملية التكامل اللي هو المساحة تحت المنحنى، تحت المنحنى هون فوق المنحنى، لاحظوا لي مثلا من A إلى B، عندما نواجه دالة من هذا الشكل بتكون هذه قيمة التكامل موجبة، وهنا بتكون قيمة سالبة، هنا موجبة. لكن لاحظوا لي لأنه ذكرنا بأن التكامل محدود أو محدد definite integral من A إلى B، لاحظوا لي الآن حسبنا هذه الكمية وهذه الكمية وهذه الكمية. نتابع قواعد التكامل، ولأننا وصفنا التكامل بأنه مضاد المشتقة أو مضاد للمشتقة، فلا بد أن نحساب مشتقة الدالة بعد حساب تكاملها، لا بد أن يعطي الدالة قبل حساب تكاملها. مهم جدا أحبتي أنه عندما نقوم الآن بعملية حساب تكامل لدالة، إذا قمنا باشتقاق النتيجة يجب أن تعطينا الدالة الأصلية، وهو ما نوضحه بإذن الله تعالى في قواعد والأمثلة الآتية. أولا تكامل الثابت Integration أو Integral of a Constant. ما هو تكامل كمية ثابت؟ لنفترض بأن لدينا الدالة الآتية X تساوي A، حيث X متغير مستقل و A ثابت. ما يعني بأن حساب التكامل يكون كما يلي. الآن لاحظوا لي هسه التكامل F of X، حيث F of X كلها تساوي A رقم ثابت في DX، بعطينا الآن AX، لاحظوا لي الآن هاي A انضربت في X سأبينها بعد قليل، زائد B. من أين أتى B هنا وأين أتت X؟ أعطاني دالة جديدة اسمها GX. إلى أن إذا قمت باشتقاق هذه الدالة بالنسبة لأكس،
لاحظولي x تذهب ب هذا constant فبيكون بعطيني النتيجة بالأخير a. هنا التكامل هنا غير محدود indefinite، والنتيجة ax زائد b هي المتغير x مرفوع للقوة واحد مضروب بالثابت a، لكن هناك إضافة وهي الثابت b حيث تؤدي عملية حساب مشتقة الدالة الناتجة. الدالة الناتجة gx اللي هي ax زائد b، إذا قمنا باشتقاقها بالنسبة لx ستعطينا الآن اللي هي g prime of x g of prime of ax زائد b تعطي a وتساوي f of x كما ذكرنا قبل قليل. أوكي، فأرجو الانتباه على هذه القاعدة البسيطة، هذه أبسط أنواع التكامل اللي هي تكامل كمية ثابتة. بهذه الحالة افترضنا بأن الكمية الثابتة هي a. نتابع، لأن أكس الآن كما ذكرت تصبح بالاشتقاق مساوي لواحد لواحد صحيح، ويصبح الثابت ب هذا يساوي صفر، وهكذا إذا بعطينا f of x. هنا الآن مثال تكامل f، أوكي عفوا تكامل 5 دي اكس تساوي ماذا؟ 5 اكس زائد ب وتساوي g of x. إذا اشتقينا قمنا باشتقاق الديريفيتيف يعني لg of x، لاحظوا g prime of 5 اكس زائد ب تعطينا 5 لأنه هاي تذهب واحد صحيح وهي تذهب صفرا، فإذا رجعنا للأف أف أكس الأصلية اللي هي حيث ابتدأنا اللي هي تساوي 5. نتابع ثانيا، تكامل متغير أكس المرفوع للقوة A مثلا A، طبعا هنا ينبغي أن لا تساوي سالب واحد لأنه بصير نقسم على صفر، هل ببين تكامل أكس مرفوع للقوة A. إذن الآن تكامل integration of X to the power A DX تساوي واحد على a زائد واحد. لاحظوا الآن أضفنا إلى هذا في المقام واحد، فإذا أصبحت واحد على a زائد واحد مضروب في x. الآن أضفنا واحد هنا x لقوة a زائد واحد، لاحظوا لي هنا هاي الآن واحد على a زائد واحد، وهنا لاحظوا لي a زائد واحد حتى يكون إذا قمنا باشتقاقها بنعود للأصل وهو a to power. طبعا سأبينها بمثال بعد قليل. مثال لنفترض f of x تساوي x، لاحظوا لي x فقط لا غير، فإن تكاملها الآن الانتجريشن of x dx تساوي واحد، لديش القوة المرفوعة لها x هنا واحد، إذن واحد على واحد زائد واحد اثنين، وقمنا برفع القوة واحد هنا أضفنا لها واحد، فإذا نصف x تربيع زائد b تساوي g of x. إذا قمنا طبعا b هذه ثابت الآن، دائما ثابت التكامل نسميه constant of the integration. إذا قمنا باشتقاق g of x يجب أن نعود إلى الدالة الأصلية وهي x to the power a أو للقوة a، فدعنا نجرب ذلك. الآن لاحظوني هنا 2 تشابه العملية هنا، وهي عند 2 تربيع طبعا هنا نصف أصبحت 1 على 2. فلاحظوني إذا قمنا باشتقاق اللي هي اشتقينا الدالة الجليلة f x اللي هي تساوي نصف x تربيع، بطلع عندي نصف الاثنين هذه تصبح المعامل، هذا يذهب مع هذا فبيطلع عندي تساوي x بالضبط اللي هي هون عندي x وهنا x اللي هي رجعنا ل f of x. هذا مثال رائع. هنا هذا مثال على انه مثلا الان عندما نحسب تكامل الدالة f of x اللي هي تساوي x تربيع، المقصود انه نريد ان نحسب المساحة تحت المنحنى. هنا حصرتها بين سالب 3 إلى 3 المقصود هنا هذه المساحة زائد هذه المساحة اللي بتعطينا حساب تكامل الدالة f of x تساوي x تربيع. وطبعا هذا مثال مثلا لنفترض أنه نريد أن نحسب التكامل ل x تربيع dx، إذا شو بتساوي؟ تساوي لاحظوا لي أنه هنا هذا 2 أضفنا له 1 وأصبح هو الكسر، فإذا 1 على 3 يعني 2 زائد 1، ورفعنا هذا بمقدار 1 كما يعني قمنا هنا وهنا، بصير عندي ثلث x تكعيب زائد b الكونستانت هذا تساوي g of x. إذا قمنا باشتقاق g of x برا واحدة g of x لكل النتيجة هذه ثلث x تكعيب زائد b تعطيني الدالة الأصلية f of x اللي هي x تربيع. هذا مثال واضح. نتابع ثالثا، تكامل معكوس المتغير. عند المتغير x أريد أن أحصل على حساب تكامل واحد على x، واحد على x دائما وأبدا يكون عندي كسر، اللوغاريتم الطبيعي هو يعني دائما قاسم مشترك بينهم، وبالتالي تكامل
واحد على اكس دي اكس يساوي اللوغاريتم الطبيعي ناتشرال لوغ اوف اكس طبعا القيمه المطلقه له زائد بي تساوي جي اوف اكس. اذا قمنا باشتقاق جي اوف اكس الان مره واحده جي برايم اوف اكس تساوي 1 على اكس بي دي اكس وتساوي اكس رجعنا على 1 على اكس. هذا مثال رائع هنا، اي ان التكامل المعكوس المتغير اكس هو القيمه المطلقه للوغاريتم الطبيعي للمتغير نفسه. نتابع. رابعا تكامل العدد النيبيري اللي هو الاكسبوننشال نمبر هذا اي لكن مرفوع ماذا؟ لدال اي تو ذا باور اف اوف اكس، ياخذ الشكل التالي. التكامل هنا يتم بطريقه التعويض سبستيتيوشن. ارجو ان انبه ان الان نتحدث عن المقدمه الاولى الى قواعد التكامل. سبستيتيوشن طريقه سبستيتيوشن او طريقه التعويض هذه ماده متقدمه في التكامل، لكن الان اضطررت لان اضع هنا حتى انبه الطلبه بان هناك ان شاء الله عندما في المقاطع المقبله سنستخدم طريقه التعويض في كثير من الامثله. فهنا الان عندي تكامل e to the power x e للقوة x dx شو تساوي؟ تساوي نفس الدالة نفسها e to the power زائد b لأن مشتقة هذه هي نفسها e to the power x وهذا يذهب صفرا. مثال هنا تكامل 2x مضروب في e to the قوة اللي هي x تربيع في dx تساوي e في x تربيع. لاحظوا إذا قمنا باشتقاقها هذه المرة الثانية سنعود إلى الصيغة الأصلية اللي هي 2x في e to power x تربيع. أوكي، لماذا هنا قمنا باشتقاق بعد تكامل 2x مضروبة في e للقوة x تربيع dx تساوي الآن هذه زائد طبعا الكونستنت تساوي g x. دعنا الآن نشتق هذه الدالة مرة أخرى g prime أو ماذا e x تربيع زائد b هذه تذهب صفرا. لاحظوا الآن هذه تبقى كما هي لكن مشتقة الدالة إلها، وأرجو الرجوع إلى يعني أرجو العودة إلى قوانين وقواعد الاشتقاق في مقاطع أخرى على هذه القناة نفسها، فتصبح 2x في e to power x تربيع وتساوي f of x كما ذكرنا. خامسا تكامل ثابت مرفوع للدالة، عندي هلأ a يعني رقم ثابت أو عدد ثابت constant مرفوع لدالة bx هو الآن هاي. أرجو ذلك الأمر رجوع إلى قواعد الاشتقاق a to the power x dx تساوي الآن تكامل طبعا تساوي a لاحظوا لي bx القوة bx هذه نفسها لكن مقسم على b الكوفيشنت لx هذه مضروب في الناتشرال لوغ ل a اللي هي هذه زائد طبعا الكونستانت هذا k. مثال تكامل 5 للقوة 3 x تساوي بالحالة هاي يعني تكاملها 5 للقوة 3 x dx تساوي 5 للقوة 3 x قسم على الكوفيشن هذا 3 مضروب باللوغاريتم الطبيعي ل 5 زائد الكونستانت. إذا قمنا باشتقاق هذه مرة واحدة نعود إلى الصيغة الأصلية اللي هي 5 للقوة 3 x أوكي اللي هي f of x. من أجل التأكد من نتيجة أرجو الرجوع إلى قواعد الاشتقاق الثابت مرفوع المتغير على هذه القناة في عدة مقاطع عن الاشتقاق وقواعد الاشتقاق. نتابع. سادسا تكامل دالة الخط المستقيم، هذه f of x تساوي a زائد b x هذه دالة الخط المستقيم هو ماذا؟ لاحظوا التكامل هاي f of x اللي هي a زائد b x dx تساوي لاحظوا هاي a مضروبة في x تصبح وبي لأنه الآن هذه مرفوعة القوة واحد رفعناها الآن واحد زائد واحد أصبحت تربيع وقسمنا على واحد زائد واحد اللي تربيع زائد الكونستانت اللي هو كونستانت أو ثابت التكامل تساوي جي بأكس. إذا قمنا باشتقاق هذه الدالة مرة أخرى نعود إلى أف بأكس اللي هي A زائد بأكس. دعنا نجرب الآن لأن الآن جي برايم بأكس اللي هي تساوي دي دي أكس لا كل ما داخل القوس اللي هو A أكس زائد بي على 2 x تربيع زائد x لاحظوا لهاي تذهب اذا يصبح فقط a يبقى a هذا هو a زائد الان هذا التربيع يذهب مع هذا يصبح b bx اذا bx وتساوي a زائد bx وتساوي f of x كما ذكرت. وهذا هو الشكل الان لهذه الداله. مثلا هنا اخذت داله f of x تساوي 1 بالحاله هي a تساوي 1 زائد 2 x. إذا قمنا الآن بتكاملها
نحصل على المساحة تحت المنحنى من صفر حتى ما لا نهاية. طبعا في عمليات التكامل المحدود بنكون حددنا حدود التكامل. قبل الأخير الآن، هذا طبعا مثال، مثلا هذه الدالة تكامل 1 زائد 2 x dx تساوي x زائد x تربيع زائد c تساوي g في x. إذا قمنا باشتقاق g في x مرة واحدة الآن تصبح الآن 1 زائد 2 x كما ذكرنا وتساوي في x. قبل أن أنتهي هنا أريد أن أعطي تطبيق على الجيوجبرا، بأخذني دقيقة واحدة أبين لكم أحبتي حتى إن شاء الله بالمستقبل يعني تتعرفوا على تطبيقات رياضياتية على هذا البرنامج الرائع إلى هذا الهال جيوجبرا. أوقف هنا وأذهب إلى جيوجبرا الآن، أحط مينيمايز، أذهب إلى هنا بعد إذنكم، هنا أين هذا هو اللي هو جيوجبرا كلاسيك رقم 6. الآن ضربت عليه، لاحظوا اللي بيطلع لي عند الشاشة الآن مقسم 4 أرباع. فأذهب إلى هنا على سبيل المثال، على سبيل المثال الآن أضع f of x تساوي مثلا بحط هنا اللوحة هي الإلكترونية هنا x تربيع، لاحظوا لي كيف أوكي. وحصرتها الآن بين أنه تكون مثلا عندي سالب 3 أقل أو يساوي x أقل أو يساوي 3 أوكي. انتهينا من هون، لاحظوا لي أنه الآن حصرت أنا x تربيع بين سالب 3 و 3. خلينا أبين لكم إياها أحبتي، هاي يعني وضعت restriction أو قيد. الآن ما هو الأمر اللي بعطيه هون؟ أنا بقوله انتج هون الآن بيجي لانتجرال، يعني بدي أنا الآن انتجرال of a function من start value هون، لاحظوا لي هذه أوكي انتجرال للفانكشن نفسه، لكن وضعت start value x و end value x. إذا أضغط على هذا الخيار هنا شو بقول له؟ بقول له اعمل لي تكامل f وبدي من a و b، لاحظوا يعني حطيتهم نكرات a و b. شو بساوي هلا هذا البرنامج الرائع جدا؟ بنشئ لي مزلاقين سلايدر، تو سلايدر ل a و b. الآن بعد ما ضغطت طلع عندي سلايدر هنا. الآن أستطيع أن أغير السيتنج لهنا السلايدر هذا، هاي السيتنج لاحظوا بعد ما ضغط شمال، وعندي بروح على سلايدر بقول له بدي اياه من سالب 3 الى 3 فقط لا غير، هاي 3. بعد ما ضغط بكبس على هاي بضغط عليها، عدل لي هو من سالب الى 3، لا انا اريد اعدلها من سالب 5 الى 5. كذلك الامر بروح على السيتنج وبروح على السلايدر هنا، وكذلك الامر سالب 3 الى 3، والان بضغط. لاحظوا لي هلا ما الذي يجري؟ الذي يجري انه عمليه التكامل مثلا هنا بديت انا يعني هنا جعلت a تساوي 1 صحيح، لاحظوا بقدر اسويها سالب 3 هنا سالب 3. لاحظوا لي كميه التكامل هلا هنا من سالب 3 الى 3، خلينا نضبطها 3 اوكي. عبد ما هنا نسيت، دعني اعدلها ثاني مره، يبدو انه هاي سلايدر بقيت 5، خليها من 3 الى من سالب 3 الى 3 اوكي عدل لي اياها. لاحظوا لي الان اعطاني المساحه تحت المنحنى من سالب 3 الى 3، هاي السي الاريا 18، هو اللي بيعطيني الجواب. افرض اني انا بدي اخلي ادنى شيء صفر، من صفر هاي بمشي يعني يمين 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 حتى يصبح صفر للاي، اي تساوي صفرا، لاحظوا لي ما الذي يجري؟ اي صفر. وبدي الان بين صفر الى ثلاثه، لاحظوا لي المساحه سي تساوي 9. يمكن لي ان اقلل مثلا بدي من صفر الى 2 الى 2، لاحظوا لي او عفوا هنا 2، هاي 2 اعطاني المساحه 2.67 وهكذا. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا ان اكون قدمت لكم الفائده جميعا احبتي، والى لقاء اخر قريب باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.